بنت حامل من غير ما تتجوز مش هتصدق السبب ايه، سبحان الله. ولكن اذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. الفيديو بتاعنا هيبدأ براجل عمال يحسب وبنته بتدخل عليه بتقول له يا بابا انا تعبان عاوز اروح اكشف. قال لها مالك يا آية، دي شكله مغص عادي، مش لازم نروح للدكتور يعني. وانت عارفة يا بنت اللي بيتنا بعيد عن المدينة، هنروح فين دلوقتي؟ قالت له بس يا بابا انا تعبانة قوي، عايز اروح اكشف، بطن وجعاني. وبعدين ابوها قال لها يا بنت ده مغص عادي، ما تقلقيش نفسك. قال لها ام اعملي لك كوباية نعناع كده ممكن المغص يروح، ده مغص عادي يعني. وفي برشام بتاع مغص في التلاجة. قالت له يا بابا نعناع ايه ده، انا شربت نعناع كتير قوي وبرضه بطني لسه وجعاني. ولكن اعزائي المشاهدين، هناك سؤال مهم في نهاية الفيديو نرجو الاجابة عليه. وبعدين ابوها قال لها يا حبيبة قلبي، هو انا هسيب الحسابات المهمة اللي في ايدي علشان شوية تعب وشوية مغص كده؟ روح اشربي لك كوباية نعناع وان شاء الله الالم هيخف. قال لها امي يا آية، امي يا آية روح المطبخ. قالت له يا بابا خليك انت في الحسابات وسيبنا نموت. وبعدين البنت مشت، فابوها رد وقال ربنا يهديك يا بنتي. وبعد ايام الاب رجع البيت وفتح الباب ودخل، اتلقى بنته آية قاعدة على الكرسي. قام سألها هو انت لسه حاسة بوجع ولا ايه؟ قالت له بطن وجعاني قوي يا بابا. اما ابوها بص لبطنها وقال لها يا بنت هي بطنك عمالة تتنفخ ليه كده؟ قال لها انا بخرج كتير يا بنت في البيت وانت بتقعد لوحدك، اوعك يكون يا آية بتعملها غلط كده ولا كده. بتقول له يا بابا انت بتقول ايه؟ اما ابوها قال لها المغص ده طول يا آية وشكل المغص كده يقلق، انت شكلك بتعملي حاجة يا آية من ورانا. ايه يا بابا الكلام اللي انت بتقوله ده، عيب تقول كده، انا اشرف من الشرف. اما ابوها قال لها انت شكلك كده ما يطمنش، شكلك مخبية علي حاجة. قامت قالت له هو انا ليا حد غيرك علشان اخبى عليك؟ ام قال لها امي يا بنتي لازم نروح للدكتور لما نشوف حوار المغص ده. قالت له ماشي. اما ابوها شاور لها كده وقال لها خلي بالك انا شاكك في حاجة كده. قالت له يا بابا انا اخبى عليك ايه؟ وبعدين قال لها اللي في بالي لو طلع مظبوط انا هقتلك. قالت له يا بابا انت بتقول ايه، انا مفيش حد يقدر يلمسني ابدا، انا يا بابا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى. بتقول ايه يا بابا، المفروض ما تقولش الكلام ده. قال لها امي يا ايه علشان نروح للدكتور. وبعدين راح للدكتور والدكتور كشف عليها، فابوها بقول للدكتور طمني يا دكتور حصل ايه. فالدكتور قال له يا حاج الموضوع بسيط خالص. فالدكتور قال له يا حاج اطمن، هي عندها مغص وترجيع، ده الصغير يفهم. الف مبروك يا حاج بنتك حامل. ابوها قال له حامل ازاي، حامل ازاي وبنت لسه ما اتجوزتش؟ قال له يا دكتور انت بتهزر، انت بتقول ايه، ازاي حامل، انا هتهبل يا ناس. البنت قالت للدكتور انا انسه يا دكتور، انا حامل ازاي، حرام عليك. ام الدكتور قال لابوها ده انا مرضتش ادخلها على جهاز، الموضوع يعني مش عاوز اي حاجه، ده الموضوع الصغير يفهم، بنتك حامل يا حاج. ابوها قال له ايه اللي انت عملتي ده، وقام ضربها بالقلم على وشها وقال لها تعالي تعالي فضحتنا منك لله. فالدكتور قال له عالجوا مشاكلكم مع بعض انا مالي. وبعدين ابوها اخدها وراح على البيت، قال لها خشي خشي يا مقصوفة الرقبة. قالت له يا بابا اسمعني بس اسمعني بس، عايز اقول لك حاجة. قال لها ما تقوليش ما تقوليش يا فجرة، خليت سمعتي في الطين يا سفلة. قال لها تعالي، واخدها اوضه النوم. قال لها امشي امشي، وقام زقيها على السرير. قالت له يا بابا اسمعني، وهو عمال نزل فيها ضرب. وقال لها انت تقولي لي مين الكلب اللي عمل كده. قالت له يا بابا انت مش فاهم حاجة، والله ما حصل حاجة. قال لها انا مش هموتك بس، انا هموت الكلب اللي كان معاكي. قالت له يا بابا والله ما حصل حاجه، والله ما حصل حاجه، والله ما حصل حاجه، انت يا بابا ليه ظالمني. قام ضربها بالقلم وقال لها قولي مين اللي كان معاكي. قالت له يا بابا والله ما عملت حاجه، والله ما عملت حاجه. قال لها انطقي انطقي قولي لا هقتلك. قال لها مين يا بنت ما تقولي. البنت عماله تعيط وتقول له يا بابا انا ما عملتش حاجه، هو نزل فيها ضرب زي الوحش. قال لها حتى لو عملت ايه لازم تقولي لي مين اللي كان نايم معاكي عشان اقتله. قالت له يا بابا والله ما عملت حاجة. قال لها امال العيل اللي في بطنك ده جه منين؟ قالت له يا بابا والله ما اعرف بس انا ما عملت حاجة. قال لها ما تعرفيش ايه يا سفلة. قال لها انت كده كده هتموت. وقام ماسك رقبتها بايديه وقام خانقها. البنت قعدت تفلفص في ايديه لحد ما ماتت. قال لها موتي موتي جبتي لي العار. وبعد كده البنت ماتت، لا حول ولا قوة الا بالله. ابوها خنقها بايده، ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعد ما البنت ماتت ابوها بص للسما كده وسقف على ايديه وقال ايه اللي انا عملته ده، ده انا قتلت بنتي، انا قتلت بنتي، ايه اللي انا عملته ده. وبعد كده ابوها طلع في الصالة وقال حسبي الله ونعم الوكيل،
وبعد مرور ساعة أبوها كان قاعد في الصالة اتلقى الباب بيخبط، وبعدين قام راح فتح الباب اتلقى ابن أخوه داخل. قال له أنت اتأخرت ليه كده يا إسلام؟ قال له يا ابني ده موضوع مهم ومش لازم تتأخر كده، مش أنا متصل عليك. قال له اسكت يا ابني، مش بنت طلعت حامل؟ أم إسلام قال له من الحمارة اللي عمل كده يا عم، ده احنا هنقتله. قال له يا ابني أنا غسلت عاري وقتلتها. أم إسلام قال لعمه أنت عرفت الكلب اللي عمل كده؟ قال له لا. قال له بس أنا غسلت عاري وقتلتها جوه في أوضة النوم. أم إسلام قعد يسقف على ده. قال له إزاي يا عم أنت تعمل حاجة زي كده؟ مش تصبر لما نعرف مين اللي عمل كده؟ أم عم قال له يا إسلام هي مرضتش تقول مين. أم قال له كده أنا قتلتها وأنا كده مرتاح، أنا كده غسلت عاري وأنا فرحان جدا. أم إسلام قال له أنت قتلتها إزاي يا عمي؟ قال له أنا خنقتها وخلصت عليها. أم إسلام قال له كده الموضوع يا عم هيكبر والبنت هتخش المشرحة وأنت هتخش السجن. أم أبوها قال له مشرحة غير مشرحة، جنائية غير جنائية، أنا فرحان اللي قتلتها وغسلت عاري، ماتت في دهية وكلبة وغارت. أم إسلام قال له عندك حق، غارت في 60 دهية. وبعدين قال له لو بنت كانت عاشت يا إسلام وأشوف الواد عمال يكبر في بطنها وكنت ممكن أنتحر، لأن الواد أصلا جاي من حرام وهفضل طول عمر حزين، فعشان كده أنا قلت أقتلها وأخلص. وبعدين إسلام قال له اللي أنت عملته ده يا عمي عندك حق فيه، وأنا هقوم لك محامي وإن شاء الله هتخرج منها زي الشعرة من العجين. وبعدين يا عم ده قضية شرف وأكيد الحكومة عارفة وأكيد هتطلع إن شاء الله. وبعدين عمه قال له يا إسلام أنا كده كده مرتاح، أنا قتلتها وغسلت عاري وكده كده ضميري مستريح، فأي حاجة تحصل لي بعد كده أنا راضي بيها. وبعدين قال له يا إسلام شوف أنت هتعمل إيه علشان بعد كده ندفن الكلبة اللي موجودة جوه. وبعدين إسلام وهو قايم قال له يا عمي كده كده هتروح المشرحة وهيعرفوا إن هي حمل من حرام، وبعد كده القانون هيقف صفنا إن شاء الله. وبرضه يا عم مش هسيب الكلب ده وهحاول اوصله لعمل معاه كده، وان شاء الله هقتله زي ما انت قتلت بنتك. وبعدين اسلام مشي وهو خارج من الباب قال له يا عم اطمن انا هخلص لك كل حاجه. قال له ماشي يا اسلام. وبعدين ابوها قال في داهيه كلبه وغارت، وبعدين قال احسن حاجه اللي انا عملتها. وبعدين جت الشرطه واخدت البنت وراحت على المشرحه. وبعدين ابوها دخل الاوضه اللي قتلها فيها وقعد على السرير وقال لي يا بنت اللي انت عملتيه ده، ده انت بنتي الوحيدة، ليه تخليني اقتلك بايدك؟ ليه تعملي كده؟ حرام عليكي. وهو قاعد في الأوضة دخل عليه إسلام وقال له ازيك يا عم عامل ايه النهاردة؟ قال له الحمد لله يا ابني. قال له اتفضل اقعد. وبعدين إسلام قال له الأخبار اللي عندي يا عم مش كويسة خالص. قال له ايه اللي حصل احكيلي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. قال له الطب الشرعي قال كلمته يا عمي. أما أبوها قال له نعرف يا إسلام اللي هو قال هي حمل من حرام. قال له انت كده بتنكد عليا بالكلمه دي يا اسلام. قال له يا ريت كان قال هي حمل من حرام. اما ابوها قال امال هم قالوا ايه؟ ام اسلام قال له ما كانش في حمل اصلا. قال له ما كانش في حمل؟ قال له ما كانش في حمل ازاي؟ الدكتور هو اللي قال اللي هي حامل، وكمان بطنها كانت كبيره كده، ازاي يا اسلام اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين اسلام قال له يا عم اللي كان عندها ده انتفاخ، وبعدين بنتك يا عم كانت بنت وبنوت زي ما هي، وبعدين الطب الشرعي والتقارير والتحاليل قالت إن بنتك ماتت مخنوقة وما كانتش حامل خالص يا عمي، وكان عندها شوية انتفاخ. وبعدين أبوها قال انتفاخ؟ انتفاخ إيه يا إسلام؟ وبعدين قال له شوف يا عم الدكتور الحمار ده اللي قال لك اللي بنتك حامل، وهو دكتور حمار أصلا وشكله ما يعرفش أي حاجة. وبعدين بيقول له أنت بتقول إيه يا إسلام؟ هو أنا قتلتها ظلم يعني؟ قال له قول كلام غير دي يا إسلام. وأبو البنت قال يعني أنا كده اللي قتلت بنتي بإيدي؟ وبعدين إسلام قال له مش بس كده، ده انت برضه يا عم هتتحبس وهتتحاسب على الجريمة اللي انت عملتها. شكلك بتهزر يا اسلام وانا مش حمل هزار. قال له والله يا عم بتكلم جد، الطب الشرعي طلع التقرير النهاردة قال البنت مخنوقة وكمان هي ما كانتش حامل وكان عندها شوية انتفاخ. قال له يا عم وانا هزر ليه يعني؟ هزر معاك ليه؟ هو دي وقت فيه هزار؟ وبعدين قال له يا عم شوف موقفك ده انت هتبرره ازاي؟ قال له لا 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 يا اسلام لا 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 لا, لا انت كده شكلك بتهزر. رجع اسلام قال له هزار اي يا عم هو ده وقت هزار؟ اما ابوها قال هو انا يعني قتلتها وهي بريئه يعني؟ ده والكلام اللي قاله الدكتور ده، ما هو دكتور برضه بيفهم في الطب اكيد مش هيغلط يعني. وبعدين اسلام قال له يا عم هو الدكتور ده اداك اي حاجه تثبت انها حامل؟ قال له في اشعاعات في تحاليل في حاجات. فعم قال له لا. وبعدين الدكتور قال لي مبروك هي حامل، وقال لي كمان انا ما دخلتهاش على جهاز لان الصغير يفهم لان اعراض الحمل ظاهره عليها قوي. وبعدين اسلام قال له ربنا يعوض عليك يا عمي وانا هحاول اشوف لك محامي عشان يطلعك من الورطه اللي انت فيها دي. وبعدين ابوها قال لي الاسلام اكيد الطب الشرعي غلطان. ام اسلام رد عليه قال له هو الطب الشرعي هيغلط يا عمي؟ ام اسلام وهو ماشي خارج قال له يا عم انت هتتحبس والله.
أم أبو البنت حط إيده على راسه وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا قتلت بنتي بإيدي، قتلت بنتي بإيدي، قتلت بنتي الوحيدة بإيدي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والدكتور وهو قاعد في العيادة تليفونه رن، فرد على التليفون، فرد عليه واحد من نقابة الأطباء، أنت اتفصلت من نقابة الأطباء لأنك بتشخص الحالات غلط. قال له هو أنا اتفصلت ليه؟ قال له أنت عملت مصيبة. أم الدكتور قال له مصيبة إيه؟ قال له في حاج كان جايب بنته وجا يكشف، أنت قلت للحاج إن بنته حامل، وبعد كده الراجل ده قتل بنته بسببك، بسبب تشخيصك الغلط. هو يا دكتور إزاي بتقول لواحدة حامل من غير ما تدخلها على أجهزة ومن غير ما تعمل لها إشعاعات ولا تحاليل؟ هو الطب بقى بالفهلوة كده يا دكتور؟ قال له بس كانت أعراض الحمل باينة قوي. قال له حمل إيه يا دكتور؟ يلا يا دكتور قوم محامي لأنك هتتسائل جنائيا، مع السلامة يا دكتور. وبعدين الدكتور قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا هروح في داهية هعمل إيه؟ هروح في داهية، هروح في داهية هعمل إيه؟ قال لازم أتصرف وأشوف محامي. والسؤال، يا ترى مين المجرم والمذنب في هذا الفيديو، الأب أم الدكتور؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات. رددوا معي، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.